وكون بغينا نعرفوا كيف شو اداء الفريق الاتحاد المحمدي هذا. كنظن ان الاداء ديال الاتحاد المحمدي كان كيعتمد على هذاك لوجو ديريكت. لوجو ديريكت جو بونس ما كيعطيش شي حاجه كثيره، خاصه ملي كتلعب ضد فرق اللي كتكون منظمه وكيكونوا عندهم لاعبين كي عندهم تجربه وكيمتازوا بتقنيات في المستوى. واش كنتم متوقعين هذا الفوز هذا؟ من طبيعه الحال ديما كنكونوا متفائلين وكنلعبوا على الفوز فين ما لعبنا، سواء داخل الملعب او خارج الملعب. الوضعيه اللي كيحتلها الفريق ما كتعكسش المستوى اللي كيدار به. شخصيا التحقت بالاداره التقنيه ديال شباب مريرت مؤخرا، وكنظن هذا هو الفوز الثالث لينا مع شباب مريرت، لانه كان شباب مريرت قبل ما فازتش قبل من التحق بالاداره التقنيه ديالها. وكنظن ان اللاعب الفريق المستوى ديالو غادي كيتحسن شيئا فشيئا، وخاصه ملي كنلعبوا في دي تيران سانتيتيك اللي كتجري فيهم الكره، لاعبين كيقدموا مستويات كبيره، وكنكونوا قاب قوسين او ادنى اننا نفوزوا، الا انه عامل ديال الحظ كان كيعكسنا في العديد من المرات. اليوم تاثرنا اننا نترجموا احد الفرص للهدف ولو انها كانت على عن طريق ضربه الجزاء، واستطعنا اننا نحافظوا على النتيجه. شكرا. سجل الاصابه. بغينا نعرفوا كيف جاكم اداء الفريق الاتحاد المحمدي. فريق الاتحاد المحمدي كما كيعرف الجميع فريق كبير، وعاد هبط من دوزيام ديفيزيون. كنظن بانه كاينه مشاكل باش اللي خلات الاتحاد المحمدي في هاد البريمير فلالي ديال البطوله كيحتل هاد المراتب هادي، لكن حتى الدراري ديالنا راه كانت عازمه، واخا كاينه اكراهات كبيره في المدينه وشحال من حاجه، ولكن الدراري الحمد لله كل شيء كما كيقولوا بيد وحده، وجا حققنا الانتصار وفقنا الله ان شاء الله. كنتو متوقعين هذا الفوز هذا؟ الصراحه جينا عازمين، واخا ما كاينش لي كونديسيون ديالكم باش في الاخر، ولكن راه كنا جايين عازمين باش ننتصروا ولا نتعادلوا، ولكن كما شتي جاتنا فرصه استغلينا هادشي اللي كان كينقصنا في الماتشات اللي فايتين غير الفينيسيون. بغينا كيف جاتكم ارضيه الملعب؟ ارضيه الملعب كما كيعرف الجميع التيران كما كيقولوا كان احسن تيران في المغرب، ودابا شويه بين هذا العام هذا والعام اللي داز بعدا بان لي انا شويه احسن، لعبت في العام اللي داز بان لي شي شويه احسن، بحال الا قصوه ولا شي شويه مزيان. شكرا على الكلمه. شكرا.